السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم مع عواطف. كنتمنى يلقاكم الفيديو بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم فطائر مرقة خفيفة وقطنية بمكونات اللي بسيطة والطريقة ديال التحضير سهلة، كيجيو رائعين إن شاء الله. تجربوهم وينالوا الإعجاب ديالكم، وغادي ندوزو دابا مباشرة باش غادي نشوفو المكونات مع الطريقة ديال التحضير. بالنسبة لمكونات العجين، فغادي نحتاجو كأس ديال الحليب الدافئ، وملعقة كبيرة من خميرة الخبز أو الخميرة الفورية، ربع كأس ديال السكر حبيبات، وبطبيعة الحال الكمية ديال السكر غادي تبقى على حسب الذوق. اللي كتبغي الحلاوة ممكن تزيد الكمية ديال السكر. وضفت أيضا سكر الفانيلا، وغادي ناخد بيضة واحدة، غادي نفصل البياض عن الصفار، غادي نضيف البياض في الخليط، والصفار غادي نحتفظ به حتى لآخر مرحلة. غادي نضيف 2 ملاعق كبيرة ديال الزيت، وغادي نبدأ كنضيف في الدقيق الأبيض. فضفت الكأس الأول مع ملعقة صغيرة من الملح، وغادي نخلط. في الأول غادي نستعمل الملعقة فقط حتى تشكل عندي العجين، ومن بعد عاد نكمل بإيدي. وغادي نزيد نضيف الكأس الثاني، نضيف أيضا الكأس الثالث، فدائما الكمية ديال الدقيق كتبقى على حسب النوعية اللي غادي تستعملو نتوما. فكاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي لا. فانا بالمجموع خدا ليا 3 كؤوس ونصف. فشفتوا معايا دابا في اخر مرحله ضفت نصف كاس، فبالمجموع خدا ليا 3 كؤوس ونصف. ملي كتشكل عندي العجين كنضيف ملعقه كبيره ديال الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، وكان ندلك العجين حتى العجين كتشرب هذيك الزبده. كتشوفوا معايا القوام ديال العجين تيكون بهذا الشكل، هذا كتكون رطبه. هنا عندي العجين واجده، فغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها حتى كتخمر ويتضاعف الحجم ديالها. ملي كتخمر العجين بالنسبة للمدة فغادي يبقى على حسب الجو. غادي نفرغ منها الهواء اللي تشكل فيها، وغادي نقسمها لكرات. فأنا غادي نقسمها لست ديال الكرات، نحاول أنهم يكونوا متساويين. ملي كنشكلهم بهذا الشكل هذا مباشره غادي نبدا نبسطهم. غادي نرش سطح العمل بالقليل ديال الدقيق الابيض هكا باش غادي نبسطهم بكل سهوله وما تلصقش ليا العجين. غادي نستعمل المدلك وغادي نبسطهم بهذا الشكل هذا بهذا الحجم وبهذا السمك. فغادي نكمل بهذه الطريقه حتى غادي نبسط الكرات اللي عندي كلهم. فعندي 6 ديال الكرات، غادي نبسطهم كاملين بهذا الشكل. من بعد غادي نبدا كناخذ بالوحده، غادي ناخذ هنا وحده وغادي ندهن ليها الوجه ديالها هكا بالزبده
فغادي نحتاجو هنايا 50 غرام ديال الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، تكون بهذا الشكل هذا، تكون كريمية. ملي كندهن بالزبدة كندير واحد الرشة خفيفة ديال النشا، ما نكتروش النشا، نديرو غير كمية هكا اللي خفيفة باش تعطينا التوريق اللي زوين. وكنستمر بهذه الطريقة، هذه كنبقى كندير هكا وحده ديال العجين، ندهنها بالزبدة ونرش هكا القليل ديال النشا. هاد الطريقة هادي كتجي ساهلة بزاف وعملية، وكتعطينا توريق اللي زوين. صافي، وهنا اخر وحدة هكا اللي غادي نحط. صافي، ما غاديش نحتاج انني ندهن ليها الوجه ديالها بالزبدة. صافي، اخر وحدة كنخليوها بحال هكا. مباشرة غادي نبدأ نبسطها. فغادي نبسطها دائما هكا بالمدلك، وهنا غادي ناخد قطعة ديال البيتزا وغادي نبدأ كنقسمها بهذا الشكل هذا. وهنا غادي نبدا نشكل هاد الفطائر، فغادي تشوفوا معايا الطريقه. كناخد الاطراف وكنلاقيهم في الوسط. فالطريقه راها واضحه معايا في الفيديو، الطريقه اللي سهله بزاف. واي وحده هكا شكلتها كنحطها مباشره في الصفيحه ديال الفرن اللي فرشت فيها الورق. الا ما كانش متوفر عندنا الورق ندهنوا الصفيحه بالزيت. ملي هكا شكلتهم كنتاكد انهم هكا، انني سديتهم هكا في الوسط، لقيتهم مزيان. وفي الوسط غادي ندير القليل ديال المربى. بطبيعة الحال المربى اللي غادي نستعمله هنايا يكون ديال الاكل، تيكون عاقد وثقيل، ما غاديش نديرو هذاك اللي خفيف ديال الحلوى. وهنا غادي يبقى لكم الاختيار، اما كدهنوهم دابا او لا كتخليوهم حتى كيخمروا عاد كدهنوهم. فانا غادي ندهنهم دابا وعاد غادي نخليهم حتى يخمروا وندخلهم يطيبوا. فخديت الصفار ديال البيض اللي احتفظت به في الاول وضفت ليه ملعقه كبيره ديال الحليب وندهن الفطائر ديالي بهذا الشكل هذا. ملي غادي ندهنهم غادي نخليهم حتى كيخمروا عاد غادي نطيبهم. ملي خمروا دخلتهم هكا الفران وطابوا وتحمروا جا الشكل ديالهم بحال هكا. بالنسبه للتزيين فغادي ندهنهم هكا بالمربى، اما دهنوهم بالمربى او لا بالعسل على حسب الذوق ديالكم، باش كتجي فيهم هذيك اللمعه من الفوق. وغادي ندير ليهم من الفوق، غادي نزيد نزينهم، اما تزينهم هكا بحبيبات ديال اللوز او الرقائق ديال اللوز اللي بغيتو.
وكيجي الشكل ديالهم بحال هكا، كيجيو رائعين بزاف، كيجيو خفاف ومورقين، والطريقة اللي سهلة بزاف. إن شاء الله تجربوهم وينالوا الإعجاب ديالكم، ونتلقاو في وصفات أخرى إن شاء الله.